كلمة واحدة تنسى بها اهم الرزق نهائيا. كيف تحافظ على النعم لتزداد باذن الله تبارك وتعالى. اليوم اخي الحبيب سنتامل كلمة واحدة تضمن بها زيادة الرزق والمحافظة على النعمة وتنسى بها سائر الهموم باذن الله تبارك وتعالى. حتى يتبين لهم انه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اليوم سأتأمل آية عظيمة معكم، آية رائعة جدا، الحقيقة فيها نسيان لهم الرزق، حتى الأغنياء اليوم يحملون هم الرزق، يحسب حسابات المستقبل وهو لا يضمن أن يعيش ثانية واحدة. لذلك هنا أخي الحبيب كثير من الناس اليوم يخشى زوال النعمة يخشى ضيق العيش في المستقبل يخشى الغلاء الوباء يخشى الظروف يعني يخشى الحروب يخشى أن ينقلب الوضع إلى وضع أسوأ مثلا فتجد الكثير من الناس يكنز المال يحمل الهموم أه ليس سعيدا في حياته هناك آية آية واحدة في القرآن الكريم انظر معي أخي الحبيب بل هي جزء من آية وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم انظر معي إلى هذه الكلمات الرائعة فعلا المريحة للقلب وهذا الوعد وعد من الله ليس وعد من انسان يخلف وعده بل هو وعد من لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى لئن لأ شكرتم لازيدنكم معادله واضحه جدا تريد ان تزداد هذه النعم اشكر الله هي كلمه فقط ان تقول الحمد لله كم هي سهله وكم من الناس يغفلون عنها ولكن اخي الحبيب اليوم انا ساتامل اسرار هذه الكلمه اسرار الحمد ما معنى الحمد لله وكيف نقول الحمد لله هناك انسان ساعطيك مثال يعني ابدا به تقول له كيف حالك يقول الحمد لله الامور تعيسه ثم يقول الحمد لله رزقي ضيق، لماذا الله يفعل بي هذا؟ ما الذي فعلته حتى يضيق الله علي رزقي، ما الذي فعلته حتى امرض؟ ما الذي فعلته حتى كذا كذا كذا. انت حقيقة تقول كلام لا تفهمه. انت تقول الحمد لله، انت لا تفهم ما معنى الحمد لله. لأن.. عبارة الحمد لله مليئة بالرضا عندما تقول الحمد لله يجب أن تشعر بالرضا عن الله الذي تحمده وإلا, تح وإلا أنت تحمد إلها أنت غير راض عنه؟ طيب أنت ألا تثق بالله؟ ألا تثق أن هذا الخالق العظيم يعلم الغيب ويعلم مصلحتك أين؟ فعندما يضيق عليك الرزق هو يحقق مصلحتك ويحقق الخير لك ثق تماما فانت عندما تقول الحمد لله اول شيء يجب ان تشعر بالرضا الشيء الثاني يجب ان تستيقن ان كل ما نزل بك من مرض وبلاء ونقص وظلم وأذى هو بأمر الله فيه مصلحة لك فيه خير لك الله يريد أن يرفع درجتك عنده لأن هذه الدنيا هي دار بلاء مؤقتة أنت في حالة اختبار الآن نحن كلنا في حالة اختبار الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم، ليبلوكم يعني ليختبركم ايكم احسن عملا. هل ترضى بقضاء الله؟ هل تثق بوعد الله انه سيرزقك ولكن تحتاج للصبر؟ اذا اخي الحبيب هنا الحمد لله ليست هي كلمة تقولها وتكررها آلاف المرات إذا لم تستيقن بها لا تستفيد شيئا. إذا لم تستيقن بان هذا بانك الان في حالة نعمة. انت الان مهما كان وضعك سيئا انت في نعمة من الله. انظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كيف فهم الحمد؟ قال عجبت لحال المؤمن. أو لشأن المؤمن شأنه كله له خير حاله كله خير تخيل المؤمن كل حاله خير إذا أصابته سراء سرور يعني جاءه رزق جاءه طفل جميل رزقه الله بطفل رزقه الله بزوجة صالحة رزقه الله بمال رزقه الله ب راحه البال اذا اصابته سراء من السرور يعني والفرح شكر فكان خيرا له يعني يقول الحمد لله واذا اصابته ضراء يعني مرض حادث تسلط عليه احد يؤذيه يزعجه نقص في الرزق من الضر يعني من الضرر اذا اصابته ضراء ماذا يفعل صبر ايضا فكان خيرا له فالمؤمن يتقلب بين الشكر والصبر عندما يصيبك خير تقول الحمد لله عندما يصيبك شر تقول فصبر جميل كما قال سيدنا يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون هنا اخي الحبيب عندما تشعر بالرضا عن قضاء الله بالرضا عن اختيار الله لك والله سوف تشعر بلذه الحمد بلذه عظيمه جدا عندما تقول الحمد لله هذا ما أريد أن أوصله لك أخي الحبيب لأن تتمة الآية ماذا تقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولا بالله الله انظر وضع الشكر مقابل الكفر كأن الله يريد أن يقول لك من لا يشكر الله دخل في. باب الكفر لا يوجد حل وسط الانسان اما ان يكون شاكرا او كفورا اما ان تشكر الله تقول الحمد لله او تكفر بنعمه الله كثير من الناس اليوم يكفرون بنعمه الله ما معنى كفر جحد يعني كفر يعني جحد يجحدون نعمه الله كيف يجحدها يعطيه الله عز وجل يعطيه المال فلا ينفقه في سبيل الله يجحد يعطيه الصحه والقوه فيستعملها في معصيه الله كفر نعمه الله يعطيه السلطه فيسيء استخدامها فيظلم الناس يفتري على الناس فهذا كفر بنعمه الله. فاذا اخي الحبيب هنا نريد ان نوسع مفهومنا لمعنى الشكر، الشكر ليس هو مجرد كلمه تقولها. الشكر هو ثقافه، ثقافه حياه. في كل لحظه تقول الحمد لله. عندما تخلو بنفسك في ظلام الليل تتذكر نعمه الله عليك انه خلقك اولا فتقول الحمد لله تتذكر انه رزقك نعمه السمع والبصر وهناك الملايين حرموا من هذه النعم فتقول الحمد لله بكل يعني بكل يقين وكل راحه وكل رضا عندما تتذكر ان الله اكرمك بنعمه الاسلام انه انك لم تكن ملحدا والعياذ بالله فتقول الحمد لله على نعمه الاسلام كثره الحمد اخي الحبيب تؤدي بك الى الحفاظ على النعمه اولا التي انت فيها والى زياده النعم لئن شكرتم لازيدنكم طيب هل الشكر مجرد الحمد لله لا من 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 ظلال الحمد ان تحسن استخدام النعمه يعني الله اعطاك المال لا تبخل به على احد فالشكر نعمه المال ان تؤدي زكاتها ان تساعد الفقراء اذا مكنك الله من منصب تستطيع ان تساعد من خلاله الناس فشكرك لله هو مساعدتك لمن يحتاج الى خدمه دون مقابل طبعا ابتغاء وجه الله اذا اعطاك الله سبحانه وتعالى علما ليس من الضروري العلم الشرعي علم في اي مجال انقله لغيرك هذا شكر على العلم، هناك من الناس من يحتكر المعلومه، وبعض العلماء يضع حقوق نشر وكذا وكذا ويحرم يعني نشر هذا الكتاب الا ان تدفع يعني بهذا المعنى، فمثل هذا الانسان حرم نفسه من الاجر، لم يؤد الشكر نعمه العلم، لذلك انظر الى علمائنا البخاري ومسلم والشافعي وابو حنيفه العلماء هؤلاء الائمه الكبار لم يضعوا حقوق نشر على كتبهم كانت متاحه للجميع بل كانوا يفنون حياتهم في نشر هذا العلم لوجه الله لا يريدون اجرا لا يريدون جزاء ولا شكورا اذا اطعمت انسان لا تنتظر منه ان يشكرك قل في نفسك انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اي نعمه يكرمك الله بها مباشره احمد الله بلسانك وبافعالك يعني عمل القلب واللسان وهو الشكر الحمد لله وعمل الجوارح ما هي؟ ان تزكي، ان تتصدق، ان تساعد الناس، ان تنشر العلم، ان تعطي شيئا من هذه النعمه لمن يحتاجها، وبالتالي اخي الحبيب خلاصه هذا اللقاء اليوم احفظ معي هذه الايه تذكرها دائما، انا احب دائما ان يعني نحفظ لا ان نمر مرور الكرام هكذا. واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. اذا الشكر تحمد الله كلمه بسيطه جدا من عظمة هذه الكلمة أن الله بدأ بها كتابه بعد بسم الله الرحمن الرحيم ماذا نقول نحن في الصلاة وفي قراءة القرآن نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم بعدها مباشرة الحمد لله رب العالمين لذلك عبارة مهمة جدا لا تغفل عنها وبخاصة بعض الصلوات النبي كان يحمد الله 33 مرة في خمس اوقات اضرب كم العدد مئات المرات يحمد الله كل يوم يسبح الله مئات المرات يكبر الله مئات مرات الله اكبر لذلك اخي الكريم لا تغفل عن الحمد لله عز وجل الحمد لله ان تقول هذه الكلمه وانت راض عن نعم الله وانت مستيقن ان ان رزقك سيزداد ببركه هذه الكلمه ان شاء الله نسال الله عز وجل أن يصرف عنا وعنكم هموم الدنيا وهموم الرزق وأن يكرمنا برزق الآخرة فهو القائل: ورزق ربك خير وأبقى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.